ما هو ايه العلاقات التوكسيك؟ بيجي منها ضرب وبتبقي مكمل. ليه هي توكسيك؟ انت بتتضربي، انت بتتهني وقاعده، هو بتزعلي وتتقمصي، بيجي لك وشك يبقى ازرق، عينيكي تبقى كل الناس اصحابك اللي حواليك يقولوا لك ايه؟ طب انت قاعده ليه؟ لا اصل احتمال يتغير، بحبه بحبه، لا لا كلمه هو اللي تودي في داهيه. لا فكرة لا في الضرب، ناس، مش كل فكرة الناس، بس هي الضرب دي اللي احنا بنتكلم فيها. والإهانة دي علاقة جوني داب يا مؤذية بشكل حقيقي، مش بشكل نفسي اللي هو فيها احتمالات وفيها وجهات نظر وفيها أنا نفسيتي ما تتقبلش كده وتتقبل كده وفيها مرونة. لا، الضرب ده فعل سهير، صارخ. جوني داب وهو نجم من نجوم العالم قعد اكتر سنتين في جوازة بيتضرب، ومع ذلك برضو ده وبيغطيه بمكياج ايوه، وهو رجل. بص دي بس وجهة نظر، لا وخلي لا لا بالك لا او لا، ده كلام، لما والله اعلم اتسأل لسه لم لا خلاص هو هياخد تحسم ان شاء الله. يعني. بس يعني الفكرة في ايه؟ ان امتى فاق؟ امتى هو عمل كل اللي هو طب هل عمله؟ هو ده ظاهرة؟ لا، دي حالة فردية بس وحالات موجود في فردية. المجتمع، المجتمع اللي ايوه هو في موجودة، الاخر بس خالص. حالات فردية مش عارفة فاق امتى؟ وهو ده اللي انا خايفة على المشاهير ومنهم شيرين يفوقوا امتى؟ فاق لما لقى نفسه بيخسر حياته وشغله وكينونته. ابتدى يفوق لما لقى نفسه بيخسر جوني ديب اللي عمله بقاله اكتر من 50 سنة. لقى نفسه ان هو في الاخر خالص الـ الشغل اللي كان متميز فيه ما بيجيلوش، الناس بتبص له بشكل مش حلو، كل اعلاناته بتروح. اللي انا خايفه منه ان شيرين، على قد ما انا مقدره ان هي في حاله حب وفي حاله انكار ان هو لا اكيد هيتغير، واكيد اكيد ان انت تصحي تفوقي نفس تلاقي نفسك ما بقيتيش موجوده، لا. ودي هتبقى الطمع الكبرى. ليه؟ لان انت ما بقيتيش مسؤوله عن نفسك فقط، انت طول الوقت هي طول الوقت بتتكلم على ان انا بناتي، بناتك زي القمر وكبروا. في اوقات الواحد فينا لازم ياخد قرار، حتى لو هيكون بقطع نفسه علشان خاطر ولادنا يعيشوا. انا طول الوقت لو انا ام وبعرض ولادي لهذا النوع من الابيوز، وطول الوقت السويت والشخيط والبوليس والاحداث والسسبنس، البنات دول هيطلعوا عاملين ازاي في الاخر خالص؟ طيب بس خلينا نقول انا بشوف انا ان كأم احنا هعمل كده. بعيدا عن النظرة التشاؤمية، وبعيدا ان احنا ما بنقدرش نحكم، احنا مش في الموقف عشان نحكم على كل التفاصيل انا الخاصة ما بتكلمش في مشكلة، انا بشيرين او بتكلم غيرها، انا بتكلم لكن في منظر في العموم. كبير كده. لا في لا العموم، في بنتين لازم اخد بالي لا في منهم بقى. العموم، اي علاقة فيها ضرب وفيها اهانة قدام الولاد ايا كان، اللي معايا ده جوزي ولا جوز وابو الولاد ولا مش ابو الولاد، فدي علاقة مهينة ويجب ان تبطر. تمام، لكن في حاجات تانية احنا ما نعرفهاش في المشاعر، اللي هو خارج بقى فكرة الضرب، يعني خارج فكرة الضرب وخارج فكرة الاعتداء وخارج فكرة ان انا الاهانة العامة قدام الاخرين. خارج ده كله في ناس بيبقى عندها مشاعر غلط. ما انت بتخسري كل حاجة على فكرة، انت بتخسري نفسك وانت في علاقة مؤذية بغض ملهاش علاقة بالضرب. انا بس عايزة اخرج قصة تمام، الضرب ما هو الابيوز هو حاجات كتير. من العلاقة المؤذية. العلاقة المؤذية فيها تفاصيل كتيرة جدا، لكن علاقة الضرب دي خط احمر، دي علاقة منتهية اصلا. يعني العلاقة التانية دي بتخسرك نفسك، فانت لما بتخسري نفسك وارد جدا ان انت تخسري كل حاجة. طب هو فمن ده اللي اول، بنقوله. ايوه انا باكد، من اول لحظه، مش بس انت هتستني لما تخسري كذا وكذا، لان انت من جواكي بتبقي اوريدي خسرت نفسك، حبيبتي فطبيعي هيحصل ده. ده لناس فنيجي بقى معينين. النقطه، انا بس نردا عليكي، انا في مثلا لو هنقول 20% فقط او 80% من الستات يقدروا ياخدوا قرار ان انا لا انا مش هكمل لان انت على فكرة بتأذيني، او رجاله ستات كتير اوصل لازم تاخد رجاله. القرار، هي اللي بتنهزم قدام بس نفسها، هي في اللي بتحس مجموعة، انها مهزومة وانها مش قادرة تاخد الامر وانها مأزومة ومهزومة بس في وضعيفة. مجموعة ده مش في حقيقي. مجموعة قاعدة في نوعية العلاقات دي مش عشان هي محتاجة ماديا، لا المصيبة ان هي قاعدة لان هي بتبرر قعدها بان هي ما زالت لسه بتحب واحتمال التغيير. هو ده الجزء اللي انا بتكلم فيه. ارجوكوا
فوقه. هل هي بتبقى بتحب ولا هي بتبقى ما عندهاش يعني مسلوبة إرادة اتخاذ القرار الصح في الوقت الصح؟ انا مش ما دكتورة أعتقدش إن نفسية، في حد لكن بيحب حد بيأذيه حتى لو بصي بالنظرة يا أو سوية، ما كانش باللفظ. يبقى فيه كل القضايا اللي احنا بنشوفها في حياتنا او معظم أيوة الحاجات اللي بنشوفها. القضايا في القانون لا قصة تانية، النوعية أنا دي بتكلم على المستوى برضو المشاعر. انا بحس ان البني ادم اللي بيبقى قاعد في علاقة زي كده متوهم ان هو بيحب، هو بني ادم اتكسر جواه الاحساس بان اخد القرار امتى، اتكسرت الحتة دي، فقرر ان هو يخش في صندوق في البيت اللي هو بيحبه ومستخبي فيه. ليه؟ لان هو مش عايز يطلع من الكومفورت زون اللي هو متوهم ان هو كده احسن له، لان هو مش عايز يطلع للبره. انا بعتقد ان الشخصيات اللي زي كده او الناس دي محتاجة ان هي بجد احنا كمجتمع نساعدها. يعني النهارده اللي بيحصل في السوشيال ميديا اللي هو انتوا حيرتونا انتوا هنا، لا دي مالناش دعوه بيها. يعني مع احترامي لكل صحفي انت زميل وكل حاجه، حقيقه الامر الوضع محتاج ان احنا لو فعلا انت من الناس اللي بتحب شيرين، وانا مش بتكلم على حسام لانه انا يعني مش هو احنا يعني مع اي انا حد هتكلم على شيرين مشهور، بالظبط، مع اي حد مشهور يا جماعه، احنا بلاش محتاجين نقف الفضول لهم دعم. السلبي، بلاش ندخل في غرف نومهم، بلاش ان احنا ندخل في التفاصيل، وبلاش احنا نفترض ونقول و